السلام عليكم خواتاتي اخوتي وكل متتبعي قناتي وصفاء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو كنقترح عليكم كيكة بالتفاح كتجي هائلة جدا كما قريتوا في العنوان. ما غاديش نديروا فيها البيض، كتجي خفيفة والبنة ديال التفاح كتكون حاضرة والياغورت. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها سواء الكوتي سواء الضيوف ديالكم كما حب الخاطر، المهم انها ناجحة. فهاد الكيكة حبيباتي كما قلت لكم لاباس ديالها هي التفاح. انا استعملت هنا 6 ديال الحبات نتاع التفاح. انا التفاح ديالي هنا صغير ماشي كبير، الا كنتو غادي تستعملوا التفاح كبير فقط 4، زوج غادي نديرهم في الكيكة لداخل و 4 غادي نديرهم من الفوق. غادي تشوفوا معايا الطريقة. غادي نحتاجوا زوج ياغورت نتاع الفانيليا، الذوق نتاع الفاني، وبنفس الكاس نتاع الياغورت غادي نعبر 1 حليب 1 زيت 1 سكر، اتفقنا؟ وغادي نحتاجوا زوج خميرات ديال الحلوى، كل وحده كتوزن 8 غرام، يعني شحال عندنا 16 غرام. هادو هما المقادير. بالنسبه للفرينه غادي نعبر لكم بالكاس ديال الياغورت، غادي نعبروا به 3 ديال الكيسان ونصف. غادي ناخذوا اول حاجه الغرف ديالنا نتاع المولينكس، كنديروا فيه زوج ديال الياغورت، وبنفس كما قلت لكم بهذا الكاس غادي نعبر 1 حليب عامر هكا، 1 زيت، كاس زيت. اليوم درت لكم لا غرام لا والو، لحقاش الياغورت كلشي كيتوفروا على الياغورت، يعني راه حاجه معروفه. وغادي نديروا كاس ديال السكر، كاس هكا ديال السكر نعمروه ونخويوه. بالنسبه لدوك جوج تفيفيحات اللي قلت لكم خديتهم قشرتهم وقطعتهم مربعات صغيره وضفتهم لهاد الخليط، وغادي نمشي كلشي نطحنوه في المولينكس مزيان مزيان حتى كيولي لي الخليط بهذا الشكل. هذا نخويوه في واحد الاناء ونضيفوا عليه الدقيق هكا تدريجيا. هنا انا عبرت لكم 3 ديال الكيسان ونصف، درت زوج ديال الكيسان، ضفت لهم زوج خميرات ديال الحلوى، وديروا واحد الرشاشه ديال الملحه، وغادي نزيد نضيف كاس ونصف باش نحصلوا على خليط يعني اللي ما كيكونش ثقيل وما كيكونش خفيف. نزيد واحد نصيوص هكا، نخلط مزيان مزيان وصافي، هو الخليط ديالنا راه واجد وسهل ومهل. غادي ناخذ الطاوله، غادي في هذه الاثناء انا نشعلت الفران باش يسخن. غادي ناخذ اي طاوله ديروها في الفران، يعني ماشي انا غادي نستعمل الطاجين هذا اللي كنطيب فيه المسمن، كيعجبني فيه نخدم الكيك بزاف، ولكن الا تستعملوا اي نوع نتاع الطاوه ماشي مشكل. خديت انايا الطاجين ديالي، دهنتو بالزبده ورشيتو بالفرينه وخويت فيه الخليط، غادي نحيدو على جانب. ودوك 4 ديال التفاحات اللي بقاو لي غادي ناخذهم وغادي نحكهم في الحكاكه الغليظه بهذا الشكل. هذا ناخذ واحد المقلاه ندير فيها معلقه ديال الزبده ونديرها تذوب على النار. ملي كتذوب لي هذيك المعلقه نتاع الزبده غادي نضيف عليها هذاك التفاح اللي حكيناه بهذه الطريقه، وغادي نضيف عليها واحد المعلقه ونص ديال السكر، وغادي ندير واحد شويه نتاع القرفه. هادو اللي كيبغيو الذوق نتاع القرفه، اللي ما يبغوش الذوق نتاع القرفه يقدروا يستغناو عليها. غادي نضيف شويه نتاع القرفه وغادي نخلي هذا الشيء واحد زوج دقائق على النار حتى كينزل لي، يعني شويه كيهبط ويتكرمل لي شويه ونحيدوه. كناخذوا هذا الخليط اللي وجدنا نتاع التفاح وكنحطوه من فوق الكيك هكا، من الفوق كنوزعوه بهذه الطريقه. وتقدروا الا كانوا عندكم مكسرات ولا لوز ولا كاوكاو ولا تهرمشوهم وتزيدوهم من الفوق، انا غادي نكتفي بالتفاح. غادي ندير واحد الرشيشه نتاع القرفه من الفوق اللي كتبقى اختياريه، ندخلها للفرن لمده 25 حتى 30 دقيقه حتى كتشوفوها طلعت لكم وحمرت تحمروها من الفوق. وها هي الكيكه ديالنا خرجت، الريحه ديال التفاح زويونه، وهذاك الياغورت اللي درنا كذلك كتجي خفيفه، يعني الكيكه كتجي مهويه يعني خفيفه. كنحيدوها من الطاوة. وانا هنايا دهنتها بشويه ديال المربى فقط، يعطيها واحد لابريونس واحد اللمعان ماشي مهم. تقدروا نتوما الى عندكم ناباج هكا ديروا لها بريون ولا شويه ديال العسل تدهنوها، بغيتو تزينوها هذاك الشيء كيبقى اختياري. انا بغيتها فقط تكون يعني بغيتها غير تكون ذوق التفاح يعني من برا ومن الداخل. صافي هنا كنقطعوها، بغيتو تقطعوها دي بيتي مورسو، دي انا غادي نقطعها هكا مثلثات
صافي، وكتقدموها مع قهيوة مع كاس اتاي، كتجي فريمون هائلة، ومن الداخل كتجي خفيفة ولذيذة. ونتمنى تكون سهلة يعني عليكم، يعني مقادير ماشي شي حاجة اللي كتيرة. نتمنى تعجبكم اخواتي، وكما نقول لكم دائما الى عجبتكم ما تبخلوش عليا بلايكاتكم تعليقاتكم الرائعه، اللي كنتاسف يعني انني كنحاول نجاوب ما امكن كنحاول، وان شاء الله نجاوب على القدر الممكن. خليتكم على خير، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. ان شاء الله مع